المغرب البحري. برنامج يسلط الضوء على هموم البحارة وقضايا البحر بالمغرب. مرحبا بكم سمعنا الكرام مجددا إلى هذه حلقة برنامج المغرب البحري. قيمة اقتصاد المحيطات والبحار في جميع أنحاء العالم تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا، كما أن 85% من التجارة العالمية يتم نقلها على البحر، وتعد الزراعة المائية أو المزارع السمكية أسرع القطاعات الغذائية نموا ضمن الاقتصاد الأزرق. وفي هذا السياق نظمت مؤسسة المغرب الأزرق وكذلك المدير الإقليمي وزارة الشباب بطرفايا ورشة تواصلية حول مفهوم الاقتصاد الأزرق ورهانة التنمية تحت الشعار الإدماج في المحيط الأيكولوجي البحري، بوابة لولوج الاقتصاد الأزرق. معنا مشكور الأستاذ حميد حليم رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، عضو المرصد الإعلامي للصيد المستدام بإفريقيا، والأستاذ حسن ظريف المدير الإقليمي للشباب بطرفية. طيب في البداية أستاذ حميد حليم، ما هو الغاية من تنظيم هذه الورشة التواصلية حول مفهوم الاقتصاد الأزرق ورهانة التنمية؟ بالنسبة للورشة هي تواصلية، السياق تندرج في المبادرة الملكية السلمية الأطلسية وكذلك أهداف التنمية المستدامة وعقد علوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة. من الأهداف ديالها يعني ممكن أهداف كبرى وهي التواصل وسد الفجوة بين الرأي العام وبعض المفاهيم والقضايا في المجال البحري. نعم. على مستوى المحلي، أن مدينة طرفية هي يعني مدينة صغيرة وكبيرة وواعدة، يعني على مستوى التاريخ لها تاريخ عريق في المجال البحري، موقع استراتيجي تاريخيا، هي بوابة الصحراء، هي منطقة عبور يعني المسيرة، يعني هناك بعض المزايا وكذلك بعض النقاط اللي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار. طرفية الموقع الجغرافي ديالها جد مهم، وبالأمس كان لقاء يعني في مفاجأة شخصية على أنها أكبر منصة بالمغرب وإفريقيا في مجال إنتاج الطاقة الريحية. وهذا استثمار كبير ورهان كبير للمملكة على الطاقة المتجددة. الهدف كما قلت هو إبراز بعض المزايا وخاصة بعض القطاعات اللي مندرجة في الاقتصاد الأزرق. توجه العام للمملكة نحو الاقتصاد الأزرق وكذلك العالم كيفرض علينا تواصل مع الرأي العام وتشريح ما هو الاقتصاد الأزرق وما هي القطاعات التي تشكل هذا الاقتصاد، ومن ثم إعداد تصور موحد من أجل تسهيل التنزيل وكذلك من أجل فهم توجه المملكة والاندماج فيه. مدينة طرفية يعني تقع على الساحل، لها ميناء في الصيد البحري وكذلك مقبلة على ملاحة الدولية من خلال الخط البحري بين طرفية وكناريا، الإنتاج السمكي، قطاع الطحالب، كذلك كما قلنا الطاقة الريحية، السياحة، يعني مجموعة من الاقتصادات في هذه المدينة الصغيرة. نعم. طرفية كذلك تحتاج ترويج مجالي، تعريف بالمؤهلات من أجل إدماجها وتسهيل إلحاقها بالركب والتطور الاقتصادي اللي كتعيشه المملكة. نعم، يعني مواكبة الركب أستاذ حميد ضروري، أن هناك يعني وعد قوة اقتصادية في مجال الصيد البحري كتمتع بها هذه المنطقة هذه، خصوصا يعني الأسطول الصيد التقليدي وكذلك أسطول الصيد الساحلي. نعم، بالنسبة للطرفية تاريخيا هي كما قلنا نقطة، يعني نقطة ملاحية، بدليل أن في مقابل في سواحل الطرفية كان واحد المعلمة تاريخية، يعني دليل على أن هناك علاقة بين إنسان طرفية الذي استوطن طرفية وبين الآخر، يعني
المجتمع الغربي برتغالي او اسباني او انجليزي اللي كانوا كيجعلين من البحر منفذ على المغرب. بالنسبه للصيد، الصيد التقليدي كاسطول يعني جد مهم، منتشر على سواحل المنطقه بطرفي المركز او بنقطه امغريو اللي كينشط على الصيد وكذلك جمع الطحالب. هذا القطاع المهم جدا اللي كيشغل يد عامله وكيخلق واحد الديناميه سوسيو اقتصاديه وكيساهم في الانتاج وكيساهم مداخل مهمه للجماعه، وبالتالي باعاده استثمار المداخل في التنميه المحليه. نعم، غير اشاره فقط سيدي حميد، حسب الورقه التقديميه للقاء بان هناك 320 قارب للصيد التقليدي يعني موزع بين المراكز المينائية كما ذكرت ونقاط التفريغ، وأكثر من 100 مركب للصيد الساحلي ترتاد على الميناء بشكل سنوي دوري. نعم، نمشي عند سي حسن ظريف وهو المدير الإقليمي للشباب. سيدي حسن، بدا انخراط يعني الشباب يعني في بعض يعني المشاريع الاقتصادية ذات البعد يعني ديال البعد الصيد. إذا أولا السلام عليكم، شكرا على الاستضافة في الإذاعة ديالكم. كما سبق الشيء حميد قال أن مدينة إقليم طرفاية، واحد إقليم يسخر مجموعة من المؤهلات اقتصادية، خصوصا أنه على واجهة البحرية يمتد على أكثر من 200 كيلومتر. الشباب ديال الشباب الاقتصاد، الرواج الاقتصادي الاساسي هنا بالاقليم هو الصيد البحري وخصوصا التقليدي. وفي اطار المهام اللي تطلع بها المديريه الاقليميه لقطاع الشباب، دعم الجمعيات النشيطه وكذلك وضع برامج تنمويه للشباب وكذلك برامج إدماج الشباب، سهرة المديرية بشراكة مع المؤسسة المغرب الأزرق على تنظيم كنشاط أولي أو افتتاحي لهذه الورشة ديال مفهوم الاقتصاد الأزرق أو رهانة التنمية. هذه الورشة اللي عرفت واحد النجاح مبهر، لأنه كان فيها مناقشات الشباب، كانوا مجموعة ديال الشباب يجهلون القيمة ديال هذه الواجهة البحرية والمداخيل سواء الاقتصادية أو فرص السوق اللي تتيح لنا هذه الواجهة الساحلية. وحنا حاولنا مبدئيا اتفقنا احنا ومؤسسات المغرب الأزرق على واحد الشراكة تكون سنوية إن شاء الله، نحدو فيها مجموعة ديال البرامج، لأن ما تكونش هذه هي النشاط الأول، وإنما كما قلت سابقا افتتاحي في غضون سطر برنامج يكون نحاول يكون فيه مختلف المتدخلين، كما شار سي حميد في الورشة البارح مجموعة ديال المتدخلين في مجال الصيد البحري. نعم، باش نسطر واحد البرنامج متكامل وكل هيئة أو قطاع يدلي بدل ديالو. الشباب الطرفاوي شباب متعطيش المعرفة كفء وحاملي الشهادات، وأنه طموح وصاحب صاحب أفكار ومشاريع، خاصنا نشدو بيديه ونوريه الطريق ونواكبه ونسهلو بعض المساطير، وإن شاء الله تكون الشباب ديال الطرفية شباب رائد الحمد لله. نعم، طيب سيدي حسن، ما نعرفوش كاين شي مراكز تكوين الشباب في مجال الصيد البحري في طرفية؟ في اقليم طرفاية ما كاينش عندنا هنا في اقليم، ولكن كاين في اقليم طنطان. حنا هنا في اقليم طرفاية هذه لما خفت تخوني الذاكره، عندنا مركز ديال الطاقات المتجدده بحكم ان طرفاية فيها واحد محطه ديال الطاقه الريفيه الاولى في افريقيا. نعم، طيب يعني هذا هو. نعم تفضل أصدقائي. هذا هو المعهد اللي يستقطب طلبه ديال الاقاليم الجنوبيه. نعم، وفيها مجموعة ديال التخصصات ومجموعة ديال المعارف ومجموعة ديال الامتيازات عندهم، يعني بدأ التكوين الحمد لله. وغادا كما قلنا طرفاية غادي إن شاء الله الأمام تحت الخطة ديال صاحب جلالة نصر الله. نعم، طيب أسدي حميد حليم، نرجعوا للقاء، أكيد أنه عرف واحد يعني واحد مشاركة وازنة من ضيوف ديال هذا اللقاء، هذا غناو يعني الموضوع في مجال الصيد البحري. النشاط باش ما نحصروش الصيد البحري يشمل مفهوم الاقتصاد الازرق اللي فيه مجموعه الانشطه، والصيد البحري جزء يعني قطره من 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 المفهوم العام. الصيد البحري كان عندنا السياحه وخصنا
نهضروا على السياحه. نهضروا على مازال نهضروا السي حميد على السياحه خصوصا السياحه في البحريه. فوالا، لان الاقتصاد البحري يشمل مجموعه من الانشطه، البحري جزء كما قلنا. نعم. جزء من الكل. فوالا، لان الاقتصاد يعني التنزيل ديال الاقتصاد الازرق والمفهوم ديالو حتى البرنامج الوطني اللي كاين ديال الاقتصاد الازرق، يعني خصنا حنا كنطمحوا للتعريف والتشريح ديال الاقتصاد الازرق باش كل مهتم بشي مجال انه يندمج ويستثمر واحد الفرصه اللي تاريخيه ويستثمر واحد الدعم عمومي كاين. يعني هذا واحد الورشه مشتغل عليها الحكومه على مستوى التنزيل ديالو على مستوى الجهات. نعم. بالنسبه باش نرجع للصيد البحري، الصيد البحري كما قلنا الترفيه تاريخيا، يعني هذاك هو النشاط الاقتصادي اللي كاين. شارك معنا مندوبيه الصيد البحري بالترفيه مشكورا في شخص الاستاذ حمدي اللي قدم يعني يعني كقطاع وكمؤسسه ان الارقام المساهمه للاسطول الانشطه الاقتصاديه اللي مرتبطه بالصيد البحري من انتاج وحدات انتاج الثلج. نعم. من المنتوجات السمكيه الاسطول، يعني رجال البحر ان اليد العامله اللي كيشغلها بشكل موسمي او بشكل قار، يعني والصيد البحري هو واحد الشبكه مترابطه من سلسله القيمه. باش كنقولوا مثلا قارب الصيد البحري او كان واحد المعادله كنقول ان اي بحار على البحر يشغل 5 اشخاص من على البر. هذه معادله يعني كنديروا عمليه حسابيه شحال كتخرج لنا من الواحد كيستافد من الصيد البحري. نعم. كما قلت قطاع الصيد البحري شارك معنا بالمعطيات بالارقام، قرب الصوره ووضح الاهميه ديال مؤسسه قطاع الصيد البحري والدور ديالها في التنظيم وفي التاطير وفي التوجيه. اشار كذلك الى التعاونيات الناشطه ومنها التعاونيات النسويه اللي كتشتغل في جمع الطحالب وكذلك في تثمين المنتوجات البحريه. كانت معنا مشاركه ديال مركز التكوين المهني في الطاقه المتجدده خلال الدكتوره فاطمه محمودي، اللي يعني كذلك نورت الراي العام ونورتنا حنايا شخصيا بمعطيات جد مهمه وقربت المتلقي من الاستراتيجيه الوطنيه في الانتقال الطاقي. نعم. وخاصه الطاقه الريحيه بالمنطقه. كان معنا كذلك الاستاذ رشيد الكراكي خبير لدى منظمه الكومافات اللي حاول انه يبرز الاهداف التنميه المستدامه باعتبارها اهداف امميه لكل دوله عضو انها تنزل الاهداف بطريقتها الخاصه والامكانيات لها الخاصه واللي كتشترك كلها في الرفاهيه ديال الانسان. يعني هذا المحاور اللي كانت. نعم. شعار الملتقى والادماج في المحيط الايكولوجي البحري بوابه. نعم. لولوج الاقتصاد الازرق، كيف؟ هذا الشعار هو اتخذته مؤسسه المغرب الازرق، يعني ما كنقولش اعتباطيا ولكن هذا هو المفتاح. حنا المغرب يعني لا تاريخيا لا جغرافيا مفروض عندنا علاقه عضويه مع البحر، ولكن كاين واحد الفجوه تواصليه بين الانسان وبين البحر. يعني ما عندناش انتم كصحابه مختصه راه غتلمسوا بان كاين اولا المعلومات ما كايناش علاقه الانسان مع البحر. المواطن العادي علاقته اما كمستهلك المنتوجات البحريه او الاستجمام في البحر. اللي كيشتغل في البحر كالصيادين كتلقى ان علاقته مع البحر ولكن علاقته مع البر بعيده. هاد العمليه حنا كنقربوا ما هو البحر على مستوى الايكولوجي، على مستوى الاقتصادي، على مستوى الاجتماعي، على مستوى الثقافي. كندير واحد المجموعه ديال الانشطه كنبرزوا الاهميه ديال هذا القطاع، الاهميه ديال هذا المجال الحيوي للمغرب وكذلك للعالم، لان هذا مشترك. يعني كنبرزوا ما هو المشترك وما هي الخطط الامميه في الاتجاه ومنها توجه العالم للاقتصاد الازرق، ما هي المزايا، لان التاريخ لا يرحم وكذلك العجله لا تتوقف. يعني خصنا نكونوا مواكبين باش نسهلوا التنزيل ديال بعض الاستراتيجيات الوطنيه في هذا الاتجاه وباش تكون الالتقائيه، لان كاين الاشكال ديال هذا
هي الالتقائيه بين مجموعه القطاعات، واللي كتقدر تتجاوز 10 القطاعات يعني عموميه. مثلا بعض الوزارات كنلقاوها مشتركه في تدبير المجال البحري، وهذا كيخلق واحد الاشكاليه لا القطاعات نفسها ولا التنميه، كتولي معيق. اذا خصنا نفهموا ونجلسوا ونتواصلوا لا مع الراي العام لا مع المنتخب الا مع صناع القرار، باش اي سياسه تنزل بسلاسه وبنجاعه. هذه هي تقريبا اللي كنحاولوا نشتغلوا عليها، خطه تواصليه من اجل التسهيل. مثلا الطرفيه مدينه واعده، مدينه صغيره، مجتمع صغير، ولكن الخطه ديال الحكومه في التنزيل ديال الاقتصاد الازرق ربما غنقولوا بان اكبر من وعي المواطن. اذا الدور ديالنا ان المواطن ننوروه، الراي العام ننوروه، نقربوا ليه المفاهيم من اجل استقبال هذه السياسات اللي غتنزل، باش ما تكونش ما يكونش الهدر الزمني، ما يكونش الهدر المال، ما يكونش الهدر المجهود، وتكون نجاعه. نعم. طيب مش عند زدي حسن ضريف. زدي حسن، كما قال السي حليم، ان يعني الاقتصاد الازرق هو مصطلح شامل، ومن بين ما يشتمل عليه هو يعني السياحه، وندرو على السياحه البحريه وتطوير الرحلات البحريه واليخوت والرياضات المائيه. يعني مدى تاثير السياحه يعني البحريه على يعني الموارد البحريه، الموارد السمكيه البحريه؟ سؤال وجيه. ان السياحه البحريه تلعب دور مهم في الاقتصاد الوطني. سوء الحظ ان طرفايا ينبغي ان تلاحظوا بعض المبادرات باجل السياحه الساحليه او البحريه. مؤخرا عرفت بين واحد مسابقه وطنيه ديال رياضه ركوب الامواج والسكي، يعني كانت عارفه واحد الحضور وازن الفعاليات على المستوى الوطني او الدولي. كذلك بهذه المناسبه تكريه وتخلقوا بعض الانديه محليه لهذا النوع ديال الرياضه، هي باش تكونوا عارفين رياضات شويه مكلفه ورياضات يلا فتيه، ولكن الحمد لله مع السلطه المحليه والمنتخبين تيعاونوا الشباب باش يخلقوا يكون عندهم باع في الرياضه. اضافه ان عندنا نادي عميق فريق ركوب الامواج اللي كيشارك لنا في عده مسابقات دوليه وطنيه وجهويه. نعم. الاهتمام يوم عن يوم تزاد على السياحة الساحلية أو السياحة البحرية، وخصوصا أن يلا واحد الخط البحري ربما لحسب السلطة المحلية أنه في اللحظة الأخيرة من أجل فتح واحد الخط بحري ما بين طرفايا ولاس بالماس. هذه النافذة البحرية ويكون خط مباشر أتعرف واحد الرواج اقتصادي وسياحي جد مهم بالنسبة لإقليم طرفايا، ولا يعرف واحد انتعاشة. والحمد لله ربما أن سواء السلطة المحلية أو المدارس واكبوا هذه العملية أنه دوتي يأهلوا البنية التحتية سواء المقاهي، الفضاءات الاستقبال، يعني فضاءات الترفيه، يعني غادي واحد التطور بشكل متدرج. نعم. السي حسن أشار واحد الجانب الإيجابي في مجال السياحة البحرية وركوب الأمواج، وفي الجانب الآخر ألا ليس هناك تخوف عن تأثير السياحة البحرية على الثروة السمكية ومن خلال تلوث البحر بالمواد التي تلقى بشكل عشوائي؟ أولا التلوث يعني ظاهرة مرتبطة بالتنمية، ما أحد كان تنمية لابد كاين إنتاج ديال التلوث والملوثات. وكذلك بأن التلوث ماشي نحن يعني دائما كنتهموا الساكنة الساحل أن هي اللي كتنتج داك التلوث، في حين أن كاين تلوث منقول ممكن يجي من الكناريا. الكناريا الطيارات البحرية تقدر تنقل لنا التلوث. هذا غير مثال بسيط. بالنسبة نحطوا كهاجس ديال التلوث اولا ثم ننطلقوا، اظن ماشي صعيب، ما
ماشي بجد الشكل يعني ما عندناش، لان الطرفيه غنبداو مدينه صغيره، مدينه فتيه، مدينه عذراء، وعندها يعني تيارات بحريه نفاثة بمعنى هذاك التلوث يعني ما غنقولوش لا يشكل، ما غنقولوش ربما أزدي حميد، ربما هذا كيفرض يعني المواكبه السياحيه يعني هذه الخرجات البحريه مواكبة المراقبة التتبع أي مشروع راه لابد كتكون دراسات ودراسات جدوى، وكاينة قطاعات كما قلنا قطاعات متدخلة، هذه الإشكاليات أحيانا قوة القطاعات المتدخلة هي اللي كتكون الإعاقة أكثر من الإشكاليات. نعم، لأن المخاطب ما كتعرفش المخاطب شكون، وبعض المصالح تحيلك على مصالح، وبعض المصالح عندها قوانين، كل مصلحة عندها قانون بوحدها، وكنطيحوا في التقاطعات وفي التناقضات. إذا هذا من الإشكالات بالنسبة للرجوع للتلوث. بالنسبة للخط البحري، أنا بدأ من الخط البحري لأن هذا هو الاستثمار المهم، هذا هو المفتاح. بالنسبة للسياحة، السياحة واحد القطاع اللي راه من القطاعات الاستراتيجية والمهمة، ولكن واحد القطاع اللي كيتسم بالهشاشة. هش يعني أي ظاهرة من التلوث، من الأمن، من البيئة بصفة عامة، ممكن ان تكون معيق اكثر ما تكون ايجابيه. بالنسبه كذلك السياحه البحريه الايكولوجيه، منطقه الطرفيه عندها واحد الكنز في الشمال ديالها هي محميه النعيله. نعم، محميه خنيفيس، يعني هذه المنطقه محميه خنيفيس واحد المنطقه يعني محميه، ان محميه طبيعيه ممكن ان تكون تستثمر فيها في اطار السياحه الايكولوجيه. هذا جانب مهم اللي خص يعني المسؤولين بالمنطقه يدرجوها كمنتوج كعرض سياحي. عندنا السياحه، عندنا الرياضات البحريه كذلك ممكن انها تكون عرض سياحي استثمار، وتكون ترفيه قطب من اقطاب المملكه في الرياضات البحريه، على غير الداخل، على غير الصويره، على غير الشمال. يعني ندير واحد الخريطه، ما هي الامكانيات والمؤهلات في قطاع السياحه اللي كيبقى تأهيل البنية التحتية. أنا ما أتخوف عليه زعما أن من يكونوا استثمارات كبرى خارج السيطرة على مدينة الطرفية. وتفوت الفرص، بمعنى أننا غرانوا على قطاع السياحة ولكن ما كايناش مواكبة. ما غتكونش عندنا بنية تحتية قادرة على الاستقبال، ما غتكونش عندنا بنية تحتية مؤهلة أن تواكب الأنشطة التابعة والملحقة بقطاع السياحة. أمام إشكالية التلوث كتبقى هذيك جانبية، هي كتكون ولكن كتكون تبقى جانبية لإنتاج. نعم، أنا لا أتخوف على الطرفية، ما أنا مطمئن جدا، لأن الطرفية مدينة عذراء، منطقة عذراء 200 كيلومتر من مؤهلة ما شاء الله، كتبقى الناس ديال المنطقه انهم يفهموا ويرتاحوا ويطمئنوا. لان نرجع لواحد النقطه اثيرت بالامس، وهي ان المنطقه تتسم بصعوبات يعني في مواجهه الطبيعه، على مستوى الرطوبه، نسبه الرطوبه عاليه، الرياح النفاثه عاليه، كذلك الضغط، الترمل، يعني في هذه البيئه الصعبه ان الانسان كما قال الانسان الطرفاوي عاش بالمنطقه واستقر بالمنطقه وقاوم بالمنطقه وطوع الطبيعه لفائده التنميه. هذا هو راس المال، يعني نفتخر، وهذا كنعطيو اشاره الناس ديال المنطقه كمسؤولين كمنتخبين كصناع القرار، وكذلك الجمعيات الفعاليه المجتمع المدني تحمل مسؤوليتها التاريخيه وتستثمر وتواكب المخطط او البرنامج الوطني للاقتصاد الازرق، لانه هذا هو المفتاح ديال التنميه الحقيقيه للمنطقه من اجل مواكبه كما قلت يعني الديناميه المغربيه في هذا الاتجاه. نعم، طيب سيدي حميد وسيدي حميد البحري، يا البحارة يا البحارة يا البحارة.
برنامج يسلط الضوء على هموم البحارة وقضايا البحر بالمغرب. مرحبا بكم سمعنا الكرام مجددا إلى هذه الحلقة برنامج المغرب البحري، ومعنا مشكورين أستاذ حليم حميد ورئيس مؤسسة المغرب الأزرق عضو المرصد الإعلامي للصيد المستدام بإفريقيا، والأستاذ حسن ظريف هو المدير الإقليمي للشباب بطرفايا. طيب سيدي حميد، بالرجوع يعني لواحد الاستعراض لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أستاذ أحمد ريدا الشامي لتوصيات التقرير الأخير للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية حول الاقتصاد الأزرق ركيزة النموذج التنموي الجديد، أشار إلى أن الفضاء البحري للمغرب المليء بتراث الصيد البحري والموارد المتجددة الكبيرة يتطلب تقاربا حقيقيا بين السياسات العمومية القطاعية التي من شأنها إطلاق العنان لإمكانات الثروة وخلق فرص الشغل لتعزيز مكانة القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية. كلام أستاذ رضا الشامي أستاذ حليم كما شرطوا في البداية أنه يتطلب تقاربا حقيقيا بين السياسات العمومية القطاعية باش نمشيو الأمام في هذا المجال ديال الاقتصاد الأزرق. بالنسبة للقرار الأخير للبليس يعني واضح أنها تهضر على الاتقائية، باش وللأسف أن التقرير صدر قبل أعتقد 2018 أو 2017 وإحنا في 2024. نعم. يعني الرئيس الاستشاري صدر، السيد الرئيس يجدد ويشير إلى أهمية الاتقائية، لأن كنقولوا إذا ما كانش الاتقائية كاين الهضره الزمانية ولا هضره الإمكانيات وكاين تخلف في المواكبة وبذلك التخلف في التنمية. بالمقابل نتمن ونشيد ب يعني قرار إحداث واحد اللجان لتنزيل البرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق. نعم. اللي كيشرف عليه رئيس الحكومة والقطاعات المتدخلة، يعني بحد واحد اللي غنقولوا احنا واحد حكومة موازية، يعني من القطاعات المعنية تشكل واحد اللجنة. وما ننساوش بأن المغرب وقع مع البنك الدولي واحد الاتفاقية التمويل اللي فيها 250 أعتقد يعني واحد المبلغ اللي جد مهم. نعم. اللي هو من أجل تمويل هذه المشاريع. آخر لقاء كان عندنا في فاس منظمة الكومافاب بشراكة مع المرصد الإعلامي للصيد المستدام لإفريقيا، وكانوا متدخلين ومنهم القطاع المالية اللي وضح. نعم. وأشار لهذا الوقف عند هذا الإنجاز اللي مهم وهو استباقي وكحل الإشكالية، أن كان المخطط كان الجنوي أصدر رئيس الحكومة من أجل تسهيل التنزيل غادي تكون بالجان على مستوى الجهوي، وكان أقطاب اللي هي طنجة وهي أليادير اللي كتشتغل في المجال، كان تمويلات مرصودة اللي كيبقى هو اللجان المحلية مع يعني القطاعية ثم المجتمع المدني ثم المجالس المنتخبة يشكلوا ويبلوروا تصور المشاريع ذات الاهتمام المشترك وكيقدموها ويرفعوها اللجنة المركزية وكاين تمويل مرصود. نعم. يعني بكل بساطة بالنسبة لإشكالية الالتقائية الحل ديالها عند رئيس الحكومة وكاين في إطار المخطط ولا في البرنامج ديال البرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق. هذا الحل للإشكالية الالتقائية، وبرجعوا لأن اللقاءات التواصلية جد مهمة باش كان يعني خصنا نتواصلوا أكثر. نعم. الإعلام كنقولوا كيدير مجهود ولكن حتى اللقاءات الميدانية والمسؤولين اللي خرجوا قطاع المالية تخرج أي قطاع معني يخرج يتواصل. نعم. ما نبقاوش أننا نقلبوا على المعلومة، أحيانا ما كنفهموش المعلومة، ما كنفهموش المصطلحات، ما كنواكبوش، ما كاينش داك الحس بالمسؤولية وكنبقاو كنستهلكوا. خاص شوية تحرك الميدان. حنا كمؤسسة المغرب الأزرق كنحاولوا أننا نديروا الدور ديالنا يعني في
في إطار التوجهات العامة، وكذلك في البرامج اللي كنصدروا. وآخرها كانت عندنا ورشة كما قلت فاس، كان يعني كانت جد مفيدة بالنسبة لنا كمؤسسة في إطار اللي تقدم لنا من معلومات ومعطيات ومن توجيهات. كانوا توصيات، حنا كننفذوا التوصيات على الأرض باعتبارنا ممثل المملكة المغربية، كنديروا أنشطة في المملكة المغربية، وكيبقى كاين مجهود كيدار على مستوى منظمة الكومافات في هذا الاتجاه. نعم، وهذا كما قلت لي سي حميد منذ البداية، أن يعني البحري يعني أو الصياد ينظر فقط إلى ما هو أمامه اللي هو البحر، وكذلك المستهلك ينظر فقط إلى ما هو ما يستهلك، ولكن يعني التعمق أكثر والدخول إلى عمق يعني الإشكال لا زال يعني غير موجود تقريبا. وكذلك للوصول إلى مبتغانا هو ضرورة إشراك الإعلام، لأنه الحلقة يعني الوصل بين يعني المهنيين وكذلك بين يعني المهتمين بشأن الاقتصاد الأزرق. نعم، بالنسبة للإعلام، الإعلام راك على الدور ديالو جد مهم، لا في صناعة الرأي ولا في التشكيل الوعي ولا تشكيل القرارات والصياغة ديالها والدعم ديالها والدعم. يعني كتكون ما نبقاوش نشوفوا الإعلام على أنه نحصروه ولا نحشروه في قناة ديال الإخبار. نعم، الإخبار ولا كل رانا كنمارسوه كمواطنين بدون صفة. يعني مسألة الإخبار مسألة تحصيل حاصل، ولكن الإعلام كإعلام كصناعة خاص أن الكل ينخرط يكونوا إيجابيين. إلا ما كانش الإعلام ما كتكونش المواكبة، ما كيكونش النقل البناء، ما كتكونش القراءات، ما كيكون التشخيص، ما كيكونش التحليل، كنكونوا سطحيين أكثر. نعم، كاين سياسات، وخاصة نرجع مثلا التوجه العالمي للاقتصاد الأزرق، خاص الإعلام يواكب ويدعم المغرب على باش ما يكونش الهدر. نعم، راه الإشكالية في أننا كنكونوا كاين حالة اللامبالاة، حتى في الإعلام كاين حالة اللامبالاة، أن كل واحد ولا كل جهة تتناول ما هو يعني غير ترويج ما اللي كاين، في حين أن كاين مجالات مثلا في الصيد البحري يعني اقتصاد جد مهم وفي إشكاليات كبيرة، قطاع السياحة خصو دعم، قطاع الصناعة البحرية خصو دعم، يعني كاين أكثر من قطاع اللي مرتبط بالبحر خصنا ندعمو بما في قطاع البيئة. نعم، قطاع حنايا بالنسبة للبحرية غادي نقول مع كامل يعني كنحترمو المجهودات والتقدير ديال الأطر والخبراء ومن يشتغل في المجال على مستوى البحري، ولكن عندنا تخلف على مستوى المعلومة، ما عندناش على مستوى الاهتمام. كيبقاو الأنشطة البيئية البحرية مقتصرة على حملات بسيطة من جمع النفايات الشاطئية في واحد اللحظة معينة ولا واحد، ولكن ما كتكونش مواكبة على طول السنة. ما كنعرفوش بأن كاينة نفايات يعني منقولة إلى المغرب، يعني ما كنكونش استباقية، يعني ما كنكونش واحد الحملات وما كاينش تأطير مثلا، ما كنعرفوش ما بعد واحد 10 متر في البحر الموجة الأولى من تحت اش كاين. نعم، كنعرفو غير الشاطئ مولوات. يعني هذا المسائل خصنا نجاوزوها وندخلوا لعمق الإشكاليات باش نكونوا مواكبين ونكونوا شركاء. نعم، طيب نعم، طيب سي حميد غادي نمشي عند السي حسن ظريف. السي حسن، أهمية إدخال وظائف الاقتصاد الأزرق في المناهج المدرسية والجامعية والمهنية من أجل يعني بلورة أو ظهور قوة عاملة زرقاء مؤهلة ومختصة. لا شك أن إدخال هذه الفهم في المناهج التعليمية شيء ضروري. تلاحظوا أن دور المؤسسات التعليمية دور فعال، هو العمود الفقري الاجتماعي ديال الطفل اللي تيكون شاب ديال الغد ورجل المستقبل. أن غد ربما راهم كاين، ولكن ماشي بداك الحدة اللي كاينه. كاين دابا مبدئيا كاين شي مناهج في التعليم، بداو المؤسسات التعليمية يفكر سواء بطريقة
رسميه او طريقه ديال الانديه النشطه بالمؤسسات، ان المؤسسات التعليميه ديال الانديه ديال البيئه، مجموعه ديال الانديه. هذا ما غادي يعطي يكون لنا واحد الطفل اللي تيعرف وتيتملك شنو ما يفخروا به الشواطئ ديالنا، وكيف يمكن استغلال هذا الاقتصاد اللي كما كنا تنقولوا البارح رونوفلابل أرباني، يعني ما لن يزول الا بطبيعه الحال الا حافظنا عليه ودرنا مجموعه ديال الاليات من اجل تسمينه. اذا كما قلنا هنا ادخال المناهج ديال المناهج التعليميه تكون الا اضافه ايجابيه، وربما بين قوسين احنا ماشي مسؤول عن لا ندري مجموعه ديال المساله التعليميه، ولكن كأب تنشوف انه بداوا الحمد لله كاين بعض المناهج البسيطه، ولكن الحمد لله غادي تعطينا النفع ديالها ان شاء الله. وما ننساوش الدور ديال المجتمع المدني الفعال. نعم. الدور ديال المجتمع المدني الفعال، لانه ربما واخا التلميذ في ذاك القسم عنده واحد الاجراءات وعنده واحد الحدود لا هو لا الاسر، اما في المجتمع المدني هو اللي يكون ربما قاطره المستفيد باش يفهمنا جميع المنظومه البحريه، وربما اللي اكثر يتم منها، خاصه ان العلاقه ديال ذاك الاطار في الجمعيه والاطار ديال ذاك الطفل ما تكونش واحد العلاقه اداريه، انما علاقه ديال الصداقه والقرب، وتذوب فيها ديك مجموعه ديال المسائل اللي تخلي ذاك الطفل ربما متعطش وشغوف باش يعرف اكثر، وخصوصا ان الحمد لله المجتمع المدني ولات يلعب دور اساسي، وكما صار فينا في مجموعه ديال الخطب الملكيه. وبهذه المناسبه ما تفوتنيش الفرصه انني تنذكر ان كقطاع الشباب احنا مقبلين على العطله الربيعيه، ان الوزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الشباب مقبله على تنظيم دورات تكوينيه لفائده الشباب الجمعيات والدرجه الثانيه، وضمنها وفي اطار العام هو هذا كاين هذا السيدي الاقتصاد الازرق، اقتصاد مجموعه ديال المسائل. نتمناو الشباب الشغوف يتواصل مع المديريات الجهويه والاقليميه على القطاع، وكذلك الجامعه الوطنيه للتدريب باش يشوف الاليات الاستفاده من هذه الدورات التكوينيه. نعم. طيب نرجع عند أستاذ حميد حليم، إلا بغينا نعرف سي حميد أشنو هي الخلاصات العامة والتوصيات اللي خرجوا فيها في هذا اللقاء والورشة التواصلية حول مفهوم الاقتصاد الأزرق ورهانات التنمية تحت شعار الإدماج في المحيط الإيكولوجي البحري بوابة لولوج الاقتصاد الأزرق. غادي تسمح لي نرجع عند النقطة اللي ناقشتو ديال الإدماج، يعني نعم بعد يعني الإدماج هذه المفاهيم والنظم في المناهج التعليمية. أنا نوقف عند واحد النقطة، أن مجموعة الاستراتيجيات هي مثلا نقولوا التنمية المستدامة 2030. نعم. كاين الخطة التنمية الإفريقية 2063. كاين المخطط الساحل 2040. يعني هاد الأرقام وهاد السنوات الآفاق اللي عشرية كتفرض اللي كيوضعها أو اللي كيخطط لها واحد الناس اللي ربما غنقولوا في واحد نهضروا بالأرقام في واحد سن معينه، من هنا 10 سنين خصنا نوجدوا الجيل، هذا الجيل اللي غادي يواكب واللي غادي يلقى هذيك الرؤيه. ما يمكنش انني انا في 2024 بالعقليه ديال شحال من عام غادي ننظر لواحد الجيل ربما ساجني على الاجيال القديمه الى ما واكبات الى ما وجدت لهاش الارضيه من اجل الادماج، لا في المناهج التعليميه ولا في السياسات ولا في الخطط المستقبليه. هذه نقطة، ويعني كتبقى من المسؤولية ديال التعليم والقطاع ديال القطاعات الوصية على الطفولة والشباب وكذلك الثقافة والإعلام. نعم. بالنسبة للخلاصات، خلاصات احنا الورشة كانت تواصلية بامتياز، كانت الأهم فيها هو تحقيق التواصل، كانت الأهم فيها هو تمرير الخطابات اللي كتدعو الى الانفتاح على المجال البحري وعلى التثمين ديالو وعلى الثقه اكثر
الإمكانيات والمؤهلات واستنهاض الهمم من أجل المواكبة. اللي كان التوجيه اللي كان مهم هو الانفتاح وتكوين المستمر في هذا الباب. وحنا يعني كان عندنا لقاءات لا مع السيد المدير الإقليمي ودعنا راه الإشارة ديالهم برنامجنا اللي فيه مثلا برنامج أكوا سكول موجه للأطفال، كاين برنامج خاص بتكوين الجمعيات في هذا الباب. التقينا مع جمعيات يعني ما شاء الله طموحة وعندها واحد إرادة واحد الحماس كان اللي يعني باغت تطير محتاجة تعرف، ولاني عندها حماس وعندها إرادة وعندها رغبة وعندها طموح وعندها أفكار زعما ما شاء الله. وحنا تقريبا غادي نوضعوا يعني تحيين البرنامج من أجل المواكبة ديالهم، لأنهم أقرب جغرافيا، حنا في طنطان وما في طرفاية، يعني جغرافيا ما كانش إشكال. كان كتبقى التوصية الأولى والأخيرة والنقطة هو التواصل والانفتاح. نعم، شكرا لك الأستاذ حميد حليم رئيس مؤسسة المغرب الأزرق عضو المرصد الإعلامي للصيد المستدام بإفريقيا. شكرا لك الأستاذ حسن ظريف المدير.